ابتديت بقى من وانا في اولى ثانوي، ابتديت ان انا اقدر اعمل حاجات لوحدي، يعني من غير ما حد يبقى معايا، واعملها صح ومظبوط، وكنت بطلع شغل لوحدي، يعني كنت يعتمد عليا. ده بالنسبة للفترة بتاعت اعدادي. طبعا طلعنا ثانوية عامة، مرحلة جديدة، ناس مختلفة، اصحاب مختلفة، مستوى تعليم مختلف، العلوم اتقسمت فيزياء وكيمياء واحياء والرياضة جبر ومش عارف ايه وكلام كتير كده. فطبعا الحاجات دي عايزة تركيز من مستوى مختلف، فابتدى الواحد ان هو يتعلم حاجة اكتر. كنت الحمد لله تمكنت من كل المواد، كان بس الانجليش هو اللي كان واقع مني شوية. طبعا انا ما كنتش في مدارس انجليزي ولا حاجة، الانجليزي ابتديته زي اي طلبة بتبتدي انجليزي من سنة رابعة ابتدائي وقتنا، يعني في الوقت دوت ما كنتش مهتم بيه قوي، فالواحد ابتدى يهتم بيه. طبعا مدارس حكومية عادية زينا. بالظبط، يعني فكان واحد يعتبر ما يعني مش كويس قوي يعني. فابتدى الواحد بقى يطور الكلام ده، يعرف الجرامر ماشي ازاي، يحفظ كلمات كتير، يركب جرامر مع كلمات. ابتدى الموضوع بقى، ابتديت ظبطت موضوع الانجليزي شوية. بعد ما ظبطت موضوع الانجليزي، بقية المواد التانية الحمد لله الواحد كان متمكن منها. الفيزياء كنت اعتبر من اشطر الناس في الفصل فيها، مش عايز اقول اشطر بس كان معانا الشاطرين طبعا تاني. فاغلب المواد العلمية حتى العربي كنت كويس فيه جدا. اللي ساعدني برضو ان انا اخترت مدرسين في الثانويه العامه. طبعا انت عارف احنا في المدارس الحكوميه ما حدش بيروح المدرسه، فكان كل التعليم بيعتمد على الدروس الخصوصيه، يعني لان انا كنت في مدرسه كان الاستاذ ما بيخش وما بيشرحش، يعني مش محتاجه كلام، يعني كان الاستاذ بيخش انت بتاخد معايا درس ما بتاخدش، بيقعد يتمنظر على الطلبه وهكذا يعني. فالواحد اعتمد على الدروس الخصوصيه، والواحد كان بينتقي المدرسين اللي كان معاهم. اي نعم بتحصل مواقف وتسيب مدرس وتروح لمدرس، بس الواحد الحمد لله يعني لقى المدرسين الكويسين. بس طبعا المدرسين مش كل حاجه، كان لازم انت تعتمد على نفسك، ولازم تدور على المعلومه بنفسك، والحاجات اللي انت واقع فيها تنمي نفسك فيها وهكذا يعني. فالموضوع ابتدى من سنه اولى ثانوي، اكتشفت فعلا ان انا مش شاطر قوي زي بقيه الناس اللي داخله. انت عارف طبعا المدارس الاعداديه بتبقى كتيره جدا، وبعد كده مدارس ثانوي بتبقى اقل، فالمدرسة الثانوي بتلم بقى الطلبة اللي هم كانوا في مدارس تجريبي ومدارس لغات ومدارس حكومة، وبعدين يتلموا كلهم في مدرسة واحدة، فبتبتدي تكتشف ان انت فعلا مستواك بالنسبة للناس اللي قاعدة دي يعني متواضع، او يعني ممكن ما تنافسهمش يعني. ابتديت احسن بقى من نفسي قوي، يعني بحيث ان انا اواكب الناس دي، احسن نفسي. طبعا انا الرياضة كنت كويس فيها جدا، بس دي ما كانتش كل حاجة، كان الرياضة والفيزياء، كان لازم أقوي نفسي في الكيمياء والأحياء والألماني وكل بقية المواد. فكانت أولى ثانوي عندنا ضخمة، تسع فروع، وكان لازم تذاكر كل الكلام دوت بصورة مستفيضة عشان تعرف تخلق لنفسك مكان وسط الناس الشاطرة دي. الموضوع بقى اتطور بقى، نيجي نخش لتانية ثانوي. الواحد بقى ابتدى يعلي من ليفل مذاكرته قوي. طبعا لما النتيجه طلعت في اولى ثانوي ما كانتش عاليه جدا زي بقيه الناس، يعني في ناس طبعا كانت جايبه اعلى مني بكتير، على الرغم من واحد كان متعود في اعداديه ان هو يبقى الاول او الثاني على المدرسه. يخش ثانوي بقى يتصدم بقى. ايه؟ يخش ثانوي بقى يتصدم. بالظبط، هي لان بيبقى معاك ناس تانية بباك جراوند تانية بمستوى تاني وهكذا، فمحتاج تعلي من نفسك عشان تعرف تواكب معاهم. فابتديت بقى الواحد يذاكر جامد جدا، زي ما قلت لك الرياضة كان واحد كويس فيها. ابتديت اشوف المواد التانية اللي الانجليش، حتى حصل حاجة انا كنت كتبتها في بوست، كنت انا مثلا مستواي في الانجليزي مش على قده، كان في مدرس انجليزي كان عامل مجموعة للناس الشاطرة بس، يعني ما حدش يجي المجموعة دي غير اللي هم أوائل أولى ثانوي. فأنا يعتبر كنت من أوائل أولى ثانوي، بس مش الأول، يعني مثلا أقول العاشر العشرين، أو مستواي كويس لحد ما، واتحطيت في المجموعة دي. فقام راح المدرس، أنا متعود أي سؤال بيجي على دماغي بسأله، مش مهم السؤال ده صعب سهل تافه. فسألته مثلا، فاكر كانت حاجة في أفتر أو الذو أو حاجة زي كده. فسالته، قام راح طالع فيا، ايه السؤال التافه ده؟ حد ده انت في مجموعه العباقره، انت في مجموعه الاساطير، المفروض ما تسالش السؤال ده. فدي كانت حوالي رابع حصه ليا معايا، وكنا لسه في الاجازه، فقلت لا انا مش هقعد انا ابقى متكتف وعايز اسال وما اسالش عشان انا في مجموعه العباقره والمفروض ما اسالش. فقمت انا رحت ايه سايب المدرس ده ورحت مع مدرس تاني. يشاء العليم القدير ان تانية ثانوي تعدي، والماده الوحيده اللي قفلها كانت الانجليزي، وجبت 25 من 25، ومجموعه العباقره بتاعته ما فيش ولا واحد فيها جاب
25 من 25، مع ان انا شاطر في الرياضه، مع ان شاطر في الرياضه جبت فيها 49 ونص، شاطر في بقيه المواد كلها 49 47 48 ونص، لكن الانجليزي سبحان الله اللي هي الماده ما بتتقفلش جبت فيها 25 من 25. المهم يعني قعد كلمني بعد ما طلعت النتيجه وبتاع، وقمت رحت ايه اتصفيت معاه ورحت معاه سنه ثالثه ثانوي وقضيتها معاه كلها، ولما رحت معاه جبت 24 ونص، فاهم؟ اللي هي في ثالثه ثانوي. ممكن انا ظلمت المدرس القديم بس يلا مش مشكله. فدي يعني من المواقف الطريفه اللي حصلت وانا في ثانيه ثانوي. نيجي بقى لثالثه ثانوي اللي هي سنه 2008، كانت صعبه جدا طبعا، بس الواحد كان فعلا انا متخيل المجهود اللي انا كنت ببذله. كنت بعمل مجهود جبار، اللي هو مش بس عشان اجيب درجات، عشان اول حاجه افهم الكونسبت بتاع المواد زي الفيزياء والرياضه 2 والميكانيكا طبعا والاستاتيكا والكلام ده، كان بيحاول الواحد يفهم كل حاجه. مفيش حاجه طبعا، مع ان انا كنت واخد علم نفس، حتى العلم نفس ما كنتش عارف احفظه، فكنت بحاول افهم الكونسبت العام بتاع علم النفس ايه، واحاول اشكل الكلام ده باللغه بتاعتي، وجبت فيه 50 من 50 من غير حفظ ومن غير اي حاجه، بحيث ان الواحد يستخدم. لان انا كنت شاطر في العربي، وكنت كان واحد بيعرف يعبر عن نفسه ويعبر عن الكلام اللي جواه، ان هو لو فاهم المغزى بتاع الحاجه يقدر يحطها. فما كنتش مقتنع قوي بموضوع الحفظ ده، ان انا او اللي احنا بنعمله في مصر ان احنا نمسك مقرر معين ونقعد نحفظه من اوله لاخره. كان الواحد يحاول يفهم الكونسبت ويحاول يحطه. نفس الكلام كنت بعمله مع كل المواد، بس طبعا ده مش كفيل ان هو يخليك تبقى واثق من نفسك وتخش الامتحان تأدي فيه 100% وتطلع مقفله. لان احنا اللي كان زينا اللي عايز تارجت هندسة وبترول وطب والكلام ده، كان لازم يطلع من كل مادة متأكد ان هو مقفل الامتحان 50 من 50، ما فيش فيها كلام. يا اما لان انت عارف الدرجة بتوديك من محافظة لمحافظة طبعا. فطبعا عشان الواحد يعمل الموضوع ده كان لازم يحل كتير، يعني ان انا بقى فاهم كويس دي حاجة، وان انا حل كتير بحيث ان انا مرن ايديا تبقى سريعة، وفي نفس الوقت اكتب الحاجة بدقة وبحيث ان انا ما اغلطش. فكنت انا مش مستكفي باللي كانوا بيعملوا المدرسين، ان هو مثلا يعمل امتحان كل مثلا شهر او اتنين. فكنت انا مثلا في الفترة اللي هي من بعد شهر اتنين لحد قبل الامتحانات كنا شبه مقفلين كل المواد، فكنت انا بامتحن نفسي، اجيب مثلا كتاب زي الامتحان او اي كتاب معاه امتحانات محلولة، وابتدي اعمل ورقة امتحان لنفسي، وابتدي احل الامتحان بنفسي واحدة واحدة، واحط لنفسي وقت، واعلم الامتحان ده كأن مدرس بيسلخني في الدرجات. يعني انا لو غلطان في حاجة المفروض اخصم عليها درجة، اقوم اخصم اتنين وتلاتة، لحد مثلا ما حليت مثلا في الفيزياء كنت كل يوم اعمل كده، لان انا عشان ما انساش المادة اقول اليوم ده احل فيه امتحان فيزياء، امتحان رياضة، امتحان كذا. العربي ما كنتش بعمل فيه كده، لان المدرس اللي انا كنت معاه كان هو بيخلص المنهج بدري، وكان كل حصة كان بيقعد يحل معانا امتحان. فالمهم يعني كنت بعمل كده في كل المواد، ووصلت ان هو بقى في شهر خمسة ان انا كنت بقفل كل المواد وفي وقت قياسي. يعني امتحان الرياضة اللي بياخد ساعة ونص كنت بخلصه في نص ساعة، امتحان الفيزياء اللي بياخد 3 ساعات كنت اخلصه في ساعة، اللي هو الواحد كان بيكتب سريع جدا، يعتبر المسائل افكارها زي بعض، فالواحد كان بيخش الامتحان او بيعمل الامتحان مع نفسه يحله ممارسة على طول، طبعا تدريب ثقة كل الكلام ده. دخلنا بقى الامتحان في 2008، الامتحانات صعبة جدا، وانا فاكر امتحان التفاضل والتكامل لحد دلوقتي. الامتحان طبعا كان فيه حوالي 3 نقط صعبين بالنسبة لي. الامتحان كله ما خدش في ايديا تلت ساعة، لكن الثلاث نقط الصعبين دول او النقطتين الصعبين دول قضيت فيهم بقيه الساعه ونص بتوع الامتحان. وطبعا ممكن ما اكونش توصلت النتيجه 100%، بس ده كان الكونسبت ده اداني ثقه، اللي هو ايه، لو انا طبعا لو الامتحان سبته ان هو يفاجئني وان هو ياخد مني مثلا ساعه ونص، هيبتدي الحاجات الصعبه دي مش هديها وقتها، والحاجات السهله مش هعرف احلها لان انا بفكر في الحاجات الصعبه. فكنت ابتديت باللي انا عارفه وخلصت كله وسبت المسائل الصعبه، قعدت بقى افكر واحل المساله بطريقه كده والطريقه كده، حليت واحده منهم صح، الثانيه ابتديت حاولت خلصت نصها، تلات ارباعها صح وباقي فيها ربعها، وهكذا يعني. نفس الكلام برضو في بقيه المواد، بس هو كنت اللي فاكره الحاجه اللي وقفت مني امتحان التفاضل والتكامل، لكن بقيه الامتحانات كنت مقفلها. نفس الكلام في الفيزياء، الفيزياء كان امتحان صعب جدا، طويل جدا، مسائل جديده، برضو خلصت الامتحان في وقت قياسي، وسبت المسائل الصعبه دي ان انا احلها لوحدها، وحاولت على قد ما اقدر حليتهم كلهم، وجبت في الفيزياء 49. وكانت الرياضه برضو كان نفس الكلام 49 او 49 ونص، مش متذكر قوي.
فدي كانت الثانويه العامه. نيجي بقى للنتيجه بقى اللي هو اليوم اللي كان منتظره بقى الجميع وهكذا. كنت انا جايب في تانية ثانوي 97.6%. طبعا كان في ناس طبعا جايبه اعلى مني، يعني كان في ناس بقى جايبه 98 و99 وهكذا. يعني نيجي بقى لتالتة ثانوي النتيجه بقى المفروض تبقى اقل لان الامتحانات كانت اصعب. فالمفروض مثلا انا اعرف ناس زمايلي يقول لي انت زمانك تتمنى انك تجيب 92%. فانا طبعا هما ما يعرفوش انا حليت ايه في الامتحان عشان ان هما يقولوا انا اجيب وما اجيبش ايه. فالنتيجه تطلع كنت جايب 200 او 200 ونص من 205، وكان المستوى الرفيع كنت جايب فيه 4، فكنت تقريبا شبه جايب 99.5% او يعتبر 100% يعني لما في السنه بتاعت الثالثه ثانوي. المجموعين اتحطوا على بعض 97.5 مع 99 بالمستوى الرفيع، جبت 98.5%. فطبعا هنا بقى تيجي مرحلة الاختيار. انا جايب 98.5% في السنة اللي بترول وتعدين مثلا كانت بتاخد فيه من 96.5 او 97. فوالدي بقى وقرايبي يقولوا لي اكيد طبعا هتخش بترول وكده. فصراحة ما كانش جاي في دماغي موضوع بترول ده، ما كنتش شايف نفسي فيه، وما كنتش شايف نفسي ان انا ابعد واروح السويس و مش حاجة عنه. بالظبط، كل اللي اسمعه عنه ان الناس الشاطرة بتروح هناك. فانا ما كنتش محبذ موضوع ان انا امشي زي ما يمشي القطيع، انا بمشي زي ما دماغي توديني، على الرغم من اللي كان جايب مجموع كومباتيتيف ليا في الثانويه العامه في نفس المدرسه، لان احنا كنا اتنين بس، كان هو يعتبر الاول عن علم رياضه بنص درجه اعلى مني. دخل بترول وتعدين وانا دخلت هندسه القاهره. هو طبعا قاعد يقول لي ما تيجي ونخش مع بعض وبتاع، بس انا لقيت نفسي ان انا اخش هندسه عادي واسيب لنفسي الاختيار مفتوح. اتصالات مفتوحة، حاسبات، مدني، كهرباء، كل المجالات مفتوحة قدامي، حتى كمان في بترول وتعدين في هندسة القاهرة. يعني كان لسه جديد على ايامنا صح؟ لا بقى ده قسم موجود من زمان يعني، بس الناس كانت بتحبس بترول وتعدين السويس على اساس ان هو بيبقى له اولوية في الشغل وان هو تخصصي اكتر يعني. أيوة. بس انا اعتقد مفيش فرق كبير قوي. انا فاكر ان في حد من جامعة تانية كان حول عندنا بترول وتعدين، فعشان كده كنت بقول ان هو كان جديد او كده، يمكن ما كانش موجود في الجامعات كلها بقى. كان موجود مثلا في هندسه القاهره او بعض الجامعات، موجود في اغلب الجامعات زي طيران كده.